الاسم في رأينا نحن علماء الكوفة مشتق من الوسم. الاسم مشتق من الوسم؟ نعم، أصلح الله الخليفة، لأن الوسم في اللغة هو العلامة، والاسم وسم على المسمى وعلامة له يعرف به. ألا ترى أنك إذا قلت زيد أو عمرو دل على المسمى فصار كالوسم عليه، فلهذا قلنا إنه مشتق من الوسم. قال شيخنا أبو العباس ثعلب: الاسم سمة توضع على الشيء يعرف به. الصواب يعرف بها. أحسن الله إليكم يا علماء الكوفة، ورحم الله شيخكم أحمد بن يحيى ثعلب. ترى هل لعلماء البصرة في هذا الموضوع اجتهاد آخر؟ لا ريب يا مولاي، فنحن في البصرة نرى أن الاسم مشتق من السمو. الاسم مشتق من السمو؟ هذا رأي طريف حقا. لأن السمو في اللغة حفظ الله مولاي هو العلو، يقال سما يسمو سموا إذا علا، ومنه سميت السماء سماء لعلوها، والاسم يعلو على المسمى ويدل على ما تحته من المعنى. ولذلك قال شيخنا أبو العباس المبرد: الاسم ما دل على مسمى تحته. ما أجمل أن تتنافس العقول وتشتهي.